بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 39. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن أحكام الإمامة، وكنا وقفنا عند قوله: ولا إمامة أمي، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سبق في الحلقة السابقة ذكر بعض من لا تصح إمامتهم، ونستكمل في هذه الحلقة ما ذكره المؤلف من بقية هؤلاء. قال: ولا تصح إمامة الأم، وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. هذا هو الأمي. الأمي منسوب إلى الأم، يعني كأنه باق على حالة ولادة أمه له، لم يتعلم. هذا هو الأمي، وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب. هذا هو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. والمراد به هنا ما ذكره المؤلف: من لا يحسن قراءة الفاتحة، لأن قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا يحسن قراءتها على الوجه الصحيح. وذلك في أحوال: كان يدغم فيها ما لا يدغم، والإدغام هو إدخال حرف في حرف بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، وهناك حروف لا يدغم بعضها في بعض، فإذا خالف وأدغم ما لا يدغم، بمعنى أنه أدخل حرفا في حرف وهو لا يصلح للإدغام، فهذه القراءة غير صحيحة، لأنه نقص حرفا من الفاتحة. أو يبدل الحرف بغيره كالراء بالغين أو غير ذلك، يبدل حرفا بحرف آخر، فإنه أيضا لا تصح إمامته بمن هو أحسن منه، لأنه ترك حرفا من سورة الفاتحة وأبدله بغيره. أو يلحن في الفاتحة لحنا، واللحن هو مخالفة الوجه العربي في القراءة، يعني يقرأ الفاتحة على غير العربية، يلحن فيها لحنا. واللحن على قسمين: لحن يحيل المعنى، كما لو قال الحمد لله رب العالمين بكسر اللام، رب العالمين، هذا يحيل المعنى. أو يقول صراط الذين أنعمت عليهم بضم التاء، فهذا أيضا يحيل المعنى. فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله. النوع الثاني من أنواع اللحن: اللحن الذي لا يحيل المعنى، كأن ينصب المرفوع أو يخفض
المرفوع أو غير ذلك، كما لو قال الحمد لله رب العالمين فهذا لحن لا يحيل المعنى لكنه يخالف الوجه العربي، فهذا تصح إمامته لأن اللحن الذي لا يحيل المعنى لا يغير الفاتحة، لا يغير الفاتحة، وإنما غايته أنه أخل بالنطق فقط. إلا بمثله، يعني الذي يلحن لحنا يحيل المعنى والذي لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، لا تصح إمامة من به صفة من هذه الصفات إلا بمن حالته مثل حالته، ولا تصح بمن هو أحسن منه. ثم قال وإن قدر، نعم، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته، فهذا تصح صلاته على حسب حاله لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، إلا إذا كان يقدر على إصلاحه، يعني يقدر على إصلاح اللحن أو إصلاح الحروف على الوجه المطلوب، يعني يكون عنده من يعلمه ومن يبين له، فإنه يجب عليه أن يتعلم ويصلح الخطأ، فإن ترك ذلك متعمدا فإنه لا تصح صلاته لأنه لا عذر له حينئذ. أما إذا كان لا يقدر على إصلاحه فإنه يصلي على حسب حاله لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، قد يأتي على هذا فضيلة الشيخ من لا يحسن وهو مأموم أو منفرد لا يحسن الفاتحة من الأعاجم والأعراب وكبار السن، قراءة الإمام تكفي عن المأموم كما سبق، قراءة الإمام تكفي عن المأموم، يتحملها الإمام والحمد لله. نعم. وفي من فرد به إذا كان المصلي لا يحسن الفاتحة ولا الدعاء، صلي على حسب حاله إلا إذا كان يقدر على إصلاحه وجب عليه ذلك. نعم. الحمد لله. قال رحمه الله ولا وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف. لما فرغ من ذكر الذين لا تصح إمامتهم انتقل إلى بيان الذين تصح إمامتهم مع الكراهة، تصح إمامتهم مع الكراهة. قال تكره إمامة اللحان أي كثير اللحن، والمراد اللحن الذي لا يحيل المعنى كما سبق، وإمامة الفأفاء وهو من يكرر الفاء، والتمتام وهو من يكرر التاء، تكره إمامتهم لكن صلاتهم صحيحة وإمامتهم صحيحة مع الكراهة، لأنهم قرأوا الفاتحة تامة ولكن زادوا هذه الحروف لعلة فيهم، الفأفاء والتمتمة هذه علة فيهم، وكذلك من لا يفصح ببعض الحروف ينطق بها ولكنه لا يفصح بالحرف على الوجه المطلوب، هذا تكره إمامته لكنها تصح لأنه أتى بالحروف إلا أنه لم يفصح بها، يعني لم يبينها، المراد بالإفصاح هنا البيان. نعم، وأن يأم أجنبية فأكثر لا رجل معهن أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. وممن تكره إمامتهم أولا أن يأم امرأة أجنبية من غير محارمه أو أكثر من امرأة لا رجل معهن بل هو يصلي بهن وحده، فهذا إن كان معه امرأة أجنبية واحدة فهذا حرام لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما أو كان ثالثهما الشيطان، ونهى عن الخلوة بالنساء، إياكم والخلوة، إياكم والدخول على النساء. فأما إذا كانت أكثر من امرأة فإنه يكره أن يأمهن وليس معه رجل آخر، لأن هذا يجر إلى الفتنة بهن أو افتتانهن به، لكن صلاته بهن صحيحة والحمد لله مع الكراهة. يستوي في هذه الكراهة الأعمى والمبصر؟ نعم يستوي في هذا، لأن الفتنة
لأن الفتنة تلحق الجميع، تلحق المبصر والأعمى. فالبعد عن هذا. الحاصل أنه إن كان يؤم امرأة أجنبية وحدهما بخلوة فهذا حرام ولا يجوز، وإن كانت مجموعة من النساء جاز هذا مع الكراهة، لأن هذا سبب للافتتان منهن به أو منه بهن. نعم. وكذلك يكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق بهذين الشرطين، أن يكون الذين يكرهونه أكثر من الذين يحبونه، وأن تكون هذه الكراهة بحق، يعني يكرهونه لأجل دينه، لأجل نقص في دينه. أما إذا كانوا يكرهونه لأمر دنيوي أو لأغراض نفسية فهذه الكراهة لا تأثير لها في الإمامة، لأنها كراهة بغير حق. أما إذا توفر الشرطان أكثرهم يكرهه وهذه الكراهة بحق، يعني لنقص في دينه أو مروءته، حينئذ تكره إمامته. وذلك لما جاء في الحديث أن ثلاثة لا تتجاوز صلاتهم حناجرهم أو رقابهم، وذكر منهم من أم قوما وهم له كارهون، من أم قوما وهم له كارهون. نعم. قال: وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. ولا يدخل في الكراهة إمامة ولد الزنا ما دام أنه مستقيم على طاعة الله عز وجل، فلا يضره أنه ولد زنا، وإنما الإثم على الزاني، أما هو فلا ذنب له ما دام أنه صالح ومستقيم. وكذلك الجندي وهو العسكري أيضا تصح إمامته بلا كراهة لأنه مسلم، بشرط إذا سلم دينهما، إذا سلم دين ولد الزنا ودين الجندي. نعم. وذكر الجندي هنا لأن الغالب أن الجنود يحصل منهم ظلم للناس وتعد على الناس. نعم. وذكر ابن الزنا يا شيخ، هذا نفي لكراهة صلاته. هل المعتبر في سياق المؤلف قصد أن المعتبر قضية الدين يسلم ولا يسلم، أو لأن هذين حينما خصهما يعني يتميزان بأحكام دون غيرهما؟ لأن الناس يكون عندهم حرج من إمامة ولد الزنا نظرا لأصله، فهو أراد أن ينفي هذا العارض الذي عند الناس، أنه ما دام صالحا في دينه فلا ذنب له. نعم. والجندي أيضا إذا كان صالحا في دينه فالجندية لا تنقصه. نعم. ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه لا مفترض يصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، كمن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، يصح ذلك. فيصح إذا كان الإنسان قد فاتته صلاة الظهر من هذا اليوم أو من يوم من قبل أن يصليها خلف من يصلي أن يصليها خلف من يؤديها في وقتها، أن يصليها خلف من يعني يصلي الظهر من أمس خلف من يصلي الظهر اليوم، أو من يصلي العصر من أمس خلف من يصليها اليوم. هذا معنى قوله من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، لأنهما صلاة واحدة وكلاهما فرض، فيصح الائتمام بهما، وإن اختلفت نوعية الصلاة من قضاء إلى أداء. وعكسه وهو من تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، أو من يقضيها بمن يؤدي، عكسه يعني تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، كأن يكون إنسان يصلي قضاء لصلاة فاتته، يأتي إنسان ويصلي خلفه صلاة
حاضرة أداء فيصح لاتحاد الصلاتين في الفرضية وفي الأفعال فيصح هذا خلف هذا. نعم. لا مفترض بمنتفل. نعم. منتفل أو متنفل. تنفل. لا مفترض بمتنفل يعني لا تصح عنده صلاة المفترض وهو من يؤدي الفريضة بمن يصلي نافلة، وذلك لاختلاف النية، ذلك لاختلاف النية بين الإمام والمأموم. قد قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ومن الاختلاف عليه الاختلاف في النية، هذا ينوي فريضة وهذا ينوي نافلة، ولكن الصحيح صحة ذلك أنها تجوز صلاة المفترض خلف المتنفل، وذلك لأن معاذا رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويصلي بقومه، هي له نافلة ولهم فريضة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعتين، هي للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة، الصلاة الثانية نافلة والأولى فريضة، فصحت صلاة المفترض خلف المتنفل. نعم. ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. ولا تصح صلاة من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر لاختلاف الصلاتين، هذه ظهر وهذه عصر أو غيرهما من الصلوات، يعني كل صلاتين مختلفتين لا تصح إحداهما خلف الأخرى على هذا، ولكن الصحيح إن شاء الله جواز ذلك. الحمد لله. لو أن المأموم يا شيخ دخل في الصلاة الظهر يظنها عصرا ثم تبين قبل الركوع فجدد النية ونوى ظهرا، لا هذه ما تصير، كملها نافلة، كملها نافلة لأنه لم ينويها من الأول عند تكبيرة الإحرام. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه لا قدامه. نعم، هذا في بيان موقف المأمومين مع الإمام، من جملة أحكام الإمامة معرفة الموقف. قال: يقف المأمومون خلف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس والناس خلفه عليه الصلاة والسلام، وأيضا لما قام يصلي من الليل قام خلفه، قام عن جانبيه جابر وجبار فأدارهما خلف ظهره عليه الصلاة والسلام، ولقول أنس: قمت أنا وصلى لقول أنس رضي الله عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه، فدل على أن موقف المأمومين يكون خلف الإمام، هذا هو الأفضل، ويصح موقفهم معه، ويصح موقفهم معه، ويكونون إما عن يمينه أو عن جانبيه. أما عن يمينه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي من الليل جاء ابن عباس فقام عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة يمينه، فدل على أن موقف المأموم يكون عن يمين الإمام. أو إذا كانوا أكثر من واحد فيجوز أن يكونوا عن جانبيه، أن يكونوا عن جانبيه، لأن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والأسود يعني في صف واحد، هو إمامهم. نعم، فدل ذلك على صحة هذا العمل، ولكن الأفضل أن يكون الإمام أمام
المأمومين إلا إذا ضاق المكان. إذا ضاق المكان فلا بأس أن يكون عن يمينه أو يكون عن جانبيه. نعم. أما الوقوف عن يساره مع خلو يمينه فهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من يساره إلى يمينه وهو في الصلاة. نعم. لا عن قدامه ولا عن يساره فقط، ولا لا يصح وقوف المأمومين قدام الإمام، لأن هذا مخالف لما جاءت به السنة، ولأنهم إذا وقفوا قدامه لم يمكنهم الاقتداء به، فلا يصح وقوفهم قدامه ولا وقوف أحد منهم قدامه، ولا عن يساره فقط يعني مع خلو يمينه بدليل قصة ابن عباس. نعم. ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة. ولا تصح صلاة الفذ وهو المنفرد خلف الإمام، إذا كانوا اثنين فإنه يجب أن يصليان جميعا بعضهم إلى جانب بعض، ولا يصح أن يكون الإمام في المقدم والمأموم في المؤخر وهم اثنان فقط، هذا لا يصح، لأنه حينئذ يكون فذا. وكذلك صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، من جاء والجماعة يصلون فإنه يجب عليه أن يدخل في الصف إن وجد له مكانا، فإن لم يجد مكانا فإنه يدخل عن يمين الإمام، فإن لم يستطع فإنه ينتظر حتى يدخل من يصلي معه، ولا يصلي وحده خلف الصف، فإن فعل فصلاته غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، ولأنه أيضا عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لفذ خلف الصف، والفذ هو المنفرد، إلا أن يكون المأموم امرأة، فالمرأة يجوز أن تصلي وحدها خلف الإمام أو خلف الصف، لحديث أم سليم وأنها قامت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أنس واليتيم. نعم. قال قمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا، ولم تقف في صفهم، وهذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإمامة النساء تقف في صفهن. نعم. قلنا فيما سبق أنه يجوز للنساء أن يصلين جماعة بإمامة منهن، ولكن الأفضل أن تقف في صفهن، لأن هذا أبعد عن الفتنة. نعم. ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم. يلي الإمام الرجال البالغون، ثم من بعدهم الصبيان، ثم النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم ليليني أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام يعني العقول، والنهى العقول، فدل على أن الذي يكون قريبا من الإمام وخلف الإمام ينبغي أن يكون من العقلاء ومن الذين عندهم فقه في أمور الصلاة، حتى لو عرض للإمام عارض فإنهم يتعاونون معه في إكمال الصلاة وتنبيهه على الخطأ إذا حصل منه سهو، والفتح عليه إذا أغلقت عليه القراءة، فوجود هؤلاء خلفه فيه مصلحة. نعم. هذا ما لم يكن هناك سبق، فإن كان هناك سبق فالسابق أولى بمكانه. نعم. دون النظر إلى كبره وصغره. دون النظر إلى كبره وصغره،
إذا جاءوا جميعا فإنهم يرتبون هذا الترتيب، أما إذا حصل سبق فلا شك أن السابق له حق ولو كان صغيرا. نعم. قال كجنائزهم، كما ترتب جنائزهم أمام الإمام. لو قدر حضر عند الإمام عدة جنائز من رجال وصبيان ذكور ونساء، فإن جنائز الرجال تقدم مما يلي الإمام، ثم من ورائهم الصبيان، ثم من وراء الصبيان النساء. نعم. ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ. من لم يقف معه خلف الإمام أو خلف الصف إلا كافر فإنه فذ، يعني صلاته باطلة، لأنه لا اعتداد بمصافة الكافر. هذا يتصور شيء. لأن الكافر صلاته غير صحيحة، يتصور إذا كان مرتدا. الله أكبر. إذا كان مرتدا هو يدعي الإسلام ولكنه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام ولم يتب إلى الله عز وجل، هذا يتصور وكثير. صلى الله السلام. إذا علم بذلك، أما إذا لم يعلم فصلاته صحيحة إن شاء الله. أو لم يقف معه إلا امرأة فإنه يكون فذا، لأن مصافة المرأة لا ينعقد بها الصف، وموقف المرأة كما سبق خلف الرجال ولا تقف مع الرجل. أو وقف معه من علم حدثه أحدهما، يعني هذا المصلي يعلم أن هاللي بجنبه محدث ولم يتوضأ، أو العكس نفس المحدث يعلم بحدثه ولا يعلم به من يصافه، فإنه يكون فذا، لأن هذا الذي يصلي معه صلاته غير صحيحة. فإن كان لا يعلم هو ولا يعلم مصافه حتى انتهت الصلاة فصلاة هذا الفذ صحيحة إن شاء الله لعذره بعدم العلم. نعم. ومن وجد فرجة أو صبي، أو صبي في فرض، أو صبي في فرض، إذا لم يقف معه إلا صبي في صلاة الفريضة فهو فذ، صلاته غير صحيحة، لأن الصبي لا تصح مصافته وحده إلا مع الصف، إذا كان هناك رجال يصف معه، أما أن يعتد به خلف الإمام فهذا لا يكفي على هذا. والصحيح أنها تجوز مصافة الصبي، لقول أنس قمت أنا ويتيم خلفه، واليتيم لا شك أنه من دون البلوغ لأنه لا يتمى بعد بلوغ، بعد الاحتلام. نعم. فدل، وهذا بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على صحة مصافة الصبي. وإن قيل هذا في نافلة، فما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل يدل على التخصيص. فالصحيح إن شاء الله أن مصافة الصبي صحيحة وتزول بها الفذوذية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه. إذا جاء الإنسان وقد أقيمت الصلاة والصف متكامل، فهذا يجب عليه أن يدخل في الصف إن وجد فرجة، ولا يصلي خلف الصف، وإلا يجد فرجة فإنه يدخل عن يمين الإمام، لأنه يجوز وقوف المأموم عن يمين الإمام كما سبق. فإن لم يمكنه الدخول فله أن ينبه من يقوم معه من أهل الصف بأن يتكلم ويقول له: جزاك الله خير، تصف معي، ليس معي أحد، ينبهه بالكلام لا بالجذب، أما الجذب فإنه لا يجوز، الجذب لا يجوز، وإنما ينبهه بالكلام فقط. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. مستمعين الكرام، كان هذا ما سمح لنا به وقت اللقاء من هذه الحلقة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من شرح وبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه تحية لكم من زميلي في هندسة الصوت فهد بن محمد العثمان،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.